Revue de presse. نمشي إلى جريدة شروق لتاريخ اليوم من هلا حد 24 جان في أول خبر نلقاوه في اللونتيت متاع جريدة خاص خططوا لحرق المقرات الأمنية في العاصمة وخمس ولايات إرهابيون اخترقوا الاحتجاجات والأمنيون فشلوا معناها الغزوات متاعهم والأمن يعود تدريجيا للجهات. هذه أول عنوان نلقاوه بالنسبة اليوم في جريدة شروق في أعلى الصفحة. كيف كيف نلقاوه زادة سليم الريحي يقول للشروق على السيد أن يغير أو أن يتغير ويقول زادة لن أغادر الإفريقي ومتاعبي المالية إشاعة لبس عليا ماديا وجوي على العال. كيف كيف زادة بنقاو في شأن العالمي السيسي للشعب التونسي يقول حافظوا على بلادكم وأحذروا المخربين قبل ما تنزبوا وضيعوا البلاد امتاعكم. هذه بالنسبة لأهم العناوين اللي عنا اليوم في جريدة شروق. لكن فما عنوان بالحق شدني اليوم في جريدة الصريح نهار لحد 24 جان في تكشف الملعوب. إيش يقول؟ يقول رؤوس مولة العصابات باش يشعلوا البلاد ونشر النهب والسرقة وإحباط مخطط لتنفيذ اقتحامات المغازات وتسلل الإرهابيين. طبيعي عادت الأجواء لطبيعتها تدريجيا وتحسنت الأوضاع بعد إعلان حالة طوارئ في جل ولاية الجمهورية وين تمكنوا عوان الأمن والحرس الوطني وحدات الجيش زادة في معرفة العصابات الملثمة ومحاصرتها واللي كانت تهدف لاستغلال الأوضاع المتأجة وتحركات السرقة والنهب والتخريب حتى للقتل. كما أنه بعض العناصر الإرهابية تمكنت من نزول من الجبال نحو القصرين وكنا أشرنا لهذه في أعدادنا السابقة والغاية والهدف كان استغلال الفوضى باش ينفذوا عمليات إرهابية. والصريح تقول أني اتصلت بكل الجهات الرسمية والوحدات الأمنية إلى جانب المتحدث باسم وزارة الداخلية وليد اللوجيني المكلف الإعلام والاتصال في إدارة العامة للحرس الوطني العميد خليفة الشيباني كما اتصل وزاد المتحدث باسم وزارة الدفاع بالأحسن الوسليتي المعرفة حوصلة الجملية الإيقافات بعد التصدي لأكثر من محاولة تخريب بالنجاح. والتفاصيل كما كنت نقول اكتشفوا أنه فما رؤوس لأحزاب معينة مولة العصابات باش يشعلوا البلاد وننشروا النهب والسرقة باش نتلهاو في الجوجمة هذه ومن بعد ينفذوا المخطط متاعهم لاقتحامات المغازات ويتسلوا الإرهابيين من الجبال. حسب المتحدث باسم وزارة الداخلية وليد لوجيني قال لابد من قول كلمة الحق أنه المكلف بالإعلام كان موجود في كل لحظة حتى في ساعة متأخرة من الليل باش يوضح الأمر للرأي العام وتصدي لمحاولات التهويل. وقال أنه تم إيقاف 261 شخص في أول ليلة من حظر التجول. بلغ عدد الإيقافات لنهار الجمعة في أول يوم من تطبيق قانون حظر التجول 261 إيقاف جلهم متهمين محاولة سرقة والحرق والنهب والتخريب. كيف كيف قاموا بإيقاف 84 شخص خالفوا قانون حالة الطوارئ. إصابة 109 أعوان وحالة وفاة واحدة كما أكدوا وليد اللوجيني قال أنه عدد الإصابات في صفوف أعواد الأمن في مختلف الاختصاصات بلغت 109 إصابة جلها كانت متفاوت الخطورة في حين سجلت حالة وفاة وحيدة هي استشهاد حافظ الأمن المسلمي اللي انقلبت به السيارة. 123 عنصر ملثم تمت الإحالة متاعهم عن النيابة العمومية مباشرة هذا من خلال الحرس الوطني اللي تمكن حسب المكلف بالإعلام العميد خليفة الشيباني واللي كان بدوره حرفي في إيصال المعلومة وتوجيه رسائل الطمأنينة للشعب التونسي وكان زادة متواجد نهارتها معناها نهارة الجمعة للإجابة على كل التساؤلات. فإنه وحدات الحرس الوطني تمكنت من إيقاف 123 عنصر من بينهم عناصر ملثمة كان تهدف للسرقة وكان تهدف للتخريب وكان تهدف للنهب إلى جانب المضرة بمصالح البلاد وهذه اللي تمت إحالتهم مباشرة على القضاء وين صدرت في حقهم بطاقات إيداع مثل ما كان أكدوا من قبل. فإنه عديد العناصر كانت ملثمة وكان تهدف لتنفيذ مخططات خطيرة مستغلة الاحتجاجات والمطالب السلمية للمواطنين وهذه اللي كانوا خرجوا برشا مواطنين قالوا في التلفز قالوا احنا خرجنا عملنا تظاهرات سلمية عنا مطالب سلمية اليوم قاعدين نطالبوا بالتشغيل قاعدين نطالبوا بالتنمية لكن ما رعنا إلا أنه في ساعة تأجت البلاد ودخلت بعضها وشعلت وبدأ النهب وبدأت السرقة وبدأت العمليات الاقتحام متاع المغازات وتسلوا الإرهابيين. يعني تحسهم ما ناس استغل في الأوضاع هذه وهذا اللي حاب تأكده اليوم جريدة الصريح كما قلت في صفحة 8 في عنوان كبير على كامل الصفحة تكشف الملعوب. على كل احنا ديما نحاول نتابعوا كل الأخبار ونقول يا رب إن شاء الله ديما علينا كاين كل خير في البلاد هذه. نمشي ونشوفوا بالنسبة للإعلاميين شنو حوالهم في حظر التجول وخاصة في الأوضاع المضطربة اليوم في تونس. على الشيبي تعرض لهجوم من ملثمين بالسيوف والسواتير. أكد الإعلامي على الشيبي أنه مجموعة من حارفين ملثمين تعرضوا له وقت اللي كان على متن سيارته نهار الجمعة رفقة الفنانين فيصل الرياحي وأحمد المجري. قال
حاملين سيوفة وسواتر في الطريق السريع نابل تونس على مستوى حي النور. وأفاد زادة على الشيبي في تصريح عالمي إن المجموعة المتكونة من 15 شخص عمدت لإيقاف سيارة متاحهم في مرحلة أولى، ومن بعد هجموهم بالسيوف والحجارة وحاولوا إنهم يخلوا عليهم الباب متاع الكهرباء باش يعتديوا عليهم. وأفاد زادة على الشيبي إن المجموعة تمكنت من فرار مؤكدا إنه أصيب بحجارة على مستوى رأسه وإنه تم إلحاق أضرار جسيمة بالسيارة. ولاحظوا زادة إنه فما عدم احترام المواطنين لحظر التجول وتواجد نقاط تفتيش عادية، مشير في الإطار ذي إنه على استعداد للدفاع على مطالب المحتجين طالما كانت تحركاتهم مشروعة ومنظمة في إطار القانون، لكن الإرهابيين والناس اللي تدعو لنشر النهب والسرقة والخراب في البلاد فإنه ضدهم. كما قلت زادة نمشي نشوف رأي سليم الريحي، قال على الصيد أن يغير أو يتغير، وأكد رئيس الحزب الاتحاد الوطني الحر سليم الريحي في حوار مع شروق، قال اللي كان البارح نهار السبت، قال إنه حان الوقت باش يغير رئيس الحكومة في طريقه في طريقة العمل متاعه، باش إنه يعيد ترتيب أولويات حكومته بما يتماشى مع مطالب الجهات المحرومة في إطار التنسيق مع الرباعي الحاكم وليس بمعزل عنه. كما زاد نشوفوا لبرشة أحزاب اليوم قاعدة تتحرك، الوضع اليوم نقوله ماهوش سامح، لازم الناس الكل تتكاتف الجهود متاعها، لازم التوانسة الكل يحطوا ديهم في دين بعضهم، مش وقت انتقادات بالحق، خاطر إذا كان تو باش يقعد كل حزب ينقد في الحكومة باش ينقد فيك في معناها الناس اللي تو شادين الحكم وقاعدين يخدموا مش في نجموا نقدموا، لازم بالحق كل ما إنسان عنده مخطط يقدمه الحكومة وتتكاتف الجهود ونخدمه ناس كل مع بعضنا. زادة كيف كيف لهنا نحكيه على وحدات الحرس الوطني اللي توقفت 133 متورط في عملية سرقة ونهب للممتلكات هذه اللي كان البارح في الليل. وأكد المكلف بالإعلام والاتصال بالإدارة العامة للحرس الوطني العميد خليفة الشيباني، قال إن وحدات الحرس الوطني في كامل تراب الجمهورية مكنت إلى حدود الساعة 5 صباحا من إيقاف 133 متورط تم ضبطهم متلبسين بعمليات نهب وسرقة للممتلكات الخاصة والعامة. ناخذ فسويل ونقول ربي يهدي، ونقول إن شاء الله ربي بلادنا بالحق ترجع بخير، وإن شاء الله ما نشوفوش مثل هل بالحق المناوشات هذه اللي قاعدة تصير، ونحاولوا ما نستغلوش الأوضاع وخلي بلادنا ديما تصير ونقدموا بها القدام.